خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم شرح الأربعين النووية لمعالي الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله. فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي الشافعي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد جاء في فضلها عدد من الأحاديث النبوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، ولم يتزوج بكرا سواها، وكانت تكنى بأم عبد الله. كناها النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يكنيها بابن أختها. وقد توفيت رحمها الله تعالى سنة 57 بالمدينة، وكان عمرها حين ذاك 66 سنة. وقوله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه قاعدة شريفة نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم لتحكم على الأعمال من جهة الظاهر. فإن الأعمال والعبادات لها شرطان، أحدهما بالنية، أحد الشرطين النية. وتقدم معنا ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فهذا ميزان لبواطن الأمور. وأما الميزان الثاني فهو هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو ميزان لظاهر الأعمال. فلا بد أن تكون الأعمال في ظاهرها على مقتضى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على أن ما يحدثه الناس من العبادات فإنه مردود على صاحبه، غير مقبول عند الله عز وجل بنص النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دلالة على أن هذه الشريعة كاملة وافية، لا تحتاج إلى زيادة، ولا تحتاج إلى أن يتنطع الناس فيها بزيادة عبادات لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك من كتاب الله قوله سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم اليوم أكملت لكم دينكم. فقوله اليوم أكملت لكم دينكم يعني أن هذا الدين كامل، لا يحتاج إلى زيادة من أحد. وقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيه دلالة على أن أي زيادة يبتدعها أحد من الناس فإنها غير مقبولة عند الله عز وجل، ولا يصح لنا أن ننسبها إلى الدين. وفي الحديث دلالة على أن البدع كلها مردودة، وأنها لا تنقسم إلى حسن وسيء، بل كلها سيء مردود على صاحبه. والمراد بالبدعة الطريقة في الدين التي لم يأتي بشرعيتها دليل من الكتاب والسنة. ومن هنا نعلم أن من أراد أن يتقرب لله
فلا يصح له أن يتقرب إلا بعبادة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على أن البدع كلها مردودة غير مقبولة قول الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي: وكل ضلالة في النار. ومن هنا فإنه لا يصح لنا أن نقسم البدع إلى ما هو حسن وسيء. فإن قال بعض الناس بأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عن صلاة التراويح: نعمة البدعة هذه، فنقول إن صلاة التراويح ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، مما يدل على مشروعية تخصيص ليالي رمضان بصلاة الليل جماعة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ثلاث ليال، ولما جاءت الرابعة أو الخامسة لم يصل بهم، وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم. فلما زالت هذه العلة عاد الحكم على ما هو عليه. ويدل على هذا أن الصحابة كانوا يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته وإقراره ومشاهدته جماعات، فكان الرجل يصلي ويصلي بصلاته الثلاثة، والرجل يصلي ويصلي بصلاته الأربعة والخمسة كما ورد ذلك. فدل هذا على أن صلاة الليل جماعة في رمضان مشروعة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله وبحثه وترغيبه بقوله. وأما قول عمر نعمة البدعة هذا، فمراده جمع الناس في المسجد على إمام واحد بعد أن كانوا يصلون بأئمة مختلفين، فهو إنما استعمل المعنى اللغوي ولم يرد بذلك المعنى الاصطلاحي، فهو لم ينشئ عبادة جديدة، وإنما استمر على عبادة كانت موجودة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دلالة على أنه لا يجوز لنا أن نبتدع بدعة في العبادات. والبدع في العبادات على أنواع: النوع الأول أن نحدث عبادة جديدة ليس لها أصل في السنة، فهذا النوع باطل مردود لا قيمة له، ومن علم أنه بدعة وأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يتعبد به. ومن أمثلة ذلك أن يتعبد لله بصعود درج أو نزوله، أو يتعبد لله باحتفال في يوم معين كيوم المولد ونحوه، فهذه عبادة لم ترد بأصلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون مردودة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني ما يكون قد ورد فيه حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينشئ عبادة جديدة، فإن هذا العمل يكون بدعة لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك ما لو تعبد إنسان لله جل وعلا بحديث ضعيف كحديث صلاة التسابيح، فإنه حينئذ يقال له: الحديث الوارد في الباب ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لا يجوز لك أن تتقرب لله به. النوع الثالث من أنواع الزيادة في العبادات أن يفعل الإنسان عبادة يخالف فيها الشرع في عددها. مثال ذلك: لو صلى الإنسان صلاة الظهر خمس ركعات
لم تصح الصلاة حينئذ، والزيادة هذه باطلة، لكن زيادة العدد هل تعود على الأصل بالإبطال وتبطل أصل العمل أو لا؟ نقول الأعمال التي زيد فيها في العدد على نوعين: ما تكون الزيادة مع أصل العمل شيئا واحدا لا ينفصل، فحينئذ يبطل الجميع الزائد والمزيد. مثال ذلك: ما لو صلى الإنسان صلاة الظهر 5 ركعات لم تصح صلاته لا الركعات 4 الأولى ولا 5، لأن الركعة 5 اتصلت بالركعات 4 وأصبحت شيئا واحدا. والنوع الثاني أو القسم الثاني من الزيادة في العدد أن تكون الزيادة مستقلة، فحينئذ تكون هذه الزيادة باطلة، وأما أصل العمل فإنه يصح. مثال ذلك: ما لو توضأ الإنسان فكان يغسل كل عضو من أعضائه 4 مرات فإن الغسلات 3 تكون مشروعة، وأما الغسلة 4 فإنها تكون باطلة وتكون بدعة. لماذا لم تبطل الغسلة 4 الغسلات 3؟ لأن الغسلات 3 مستقلة منفصلة عن الغسلة 4، فحينئذ صحت الغسلات 3. القسم الثالث أو النوع الثالث النوع الرابع من أنواع البدع: ما يكون غير مشروع بوصفه. مثال ذلك: لو صلى الإنسان صلاة ليل لكنها على غير الطريقة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو زاد أفعالا أو غير في الهيئة والصفة، فحينئذ يتكون هذه الصلاة مبتدعة، فإن غيرت نظم الصلاة بطلت جميعا، وإن لم تغير نظم الصلاة لم يبطل أصل الصلاة، وإنما يبطل الزائد فيها. مثال ذلك: من صلى 2 ركعتين بالليل لكنه صلاها 2 ركوعين في كل ركعة على هيئة صلاة الكسوف، فحينئذ هذه زيادة في الصفة تغير نظم الصلاة فتبطل الصلاة بالكلية. وأما إذا كانت الصفة لا تغير نظم الصلاة، كما لو كان عند ركوعه يضع يديه على ساقيه دون ركبتيه، فحينئذ يقال هذه الصفة مبتدعة، لكنها لا تبطل الصلاة لأنها لم تغير نظمها. القسم الخامس من أنواع البدع في العبادات: ما يكون مبتدعا بزمانه، بأن ترد العبادة مشروعة في زمان فيغيرها ويجعلها في زمان آخر. مثال ذلك: كمن صلى صلاة الظهر في الضحى حينئذ صلاته باطلة لأنها لم تأتي على طريقة الشرع في وقتها. وهكذا من حج البيت في شهر رجب قيل له هذا الحج بدعة وباطل لأنه لم يأتي على طريقة الشرع في الزمان. النوع الآخر من أنواع البدع: ما يكون مخالفا للشرع في مكانه، بأن ترد عبادة مرتبطة بمكان فيأتي بها العبد في مكان آخر. مثال ذلك من طاف حول بيت من البيوت أو حول مسجد من المساجد غير هذا البيت الشريف، فإنه حينئذ لا يصح طوافه ولا يكون مقبولا عند الله عز وجل. فإن قال قائل: إن هذا طواف، قيل: قد خالفت طريقة الشرع في مكان العبادة، فالطواف إنما يشرع عند هذا البيت، فلا يشرع لك أن تطوف بغيره. والمقصود أنه ينبغي بالإنسان أن يتعلم أحكام العبادات حتى يكون بذلك ممن جاء بالعبادة على طريقتها وعلى هيئتها الواردة في الشريعة. ومما يتعلق بهذا
إذا فعل الإنسان معاملة وبيعا وشراء أو إجارة على غير طريقة الشريعة فما حكمه؟ نقول إن كانت هذه المعاملة قد نهي عنها في الشرع فإنها على قسمين. القسم الأول ما نهي عنه لحق الشارع، فحينئذ تكون تلك المعاملة باطلة لا تصح. مثال ذلك من عقد عقد ربا فإن العقد باطل، لا ينفذ ولا يتتم، ولا تتم آثاره، ولا ينتقل الملك بين البائع والمشتري. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتعامل بالربا أن يرد ما اشتراه، فقال أوه عين الربا، ثم أمر برده. والنوع الثاني من المعاملات ما نهي عنه لحق أحد من الناس، فحينئذ تتعلق صحته برضا صاحب الحق على الصحيح من أقوال أهل العلم. مثال ذلك من باع في ملك غيره الذي يسمى الفضولي، إذا باع في ملك غيره فهل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ قال طائفة: هذا بيع باطل، لأنه على خلاف طريقة الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والقول الثاني بأن صحة هذه المعاملة موقوفة على إذن صاحب المال، وهذا القول أصوب، لما ورد في حديث عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا وأمره بشراء شاة، فاشترى بالدينار شاتين ثم باع إحداهما بدينار، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن تصرفات الفضولي موقوفة على إذن المالك. ومثل هذا فيما يتعلق بالأنكحة، فإن عقد النكاح المنهي عنه على نوعين: ما نهي عنه لحق الشارع فإنه يبطل ولا يصح، ومن أمثلة ذلك نكاح الشغار بأن يزوج موليته على أن يزوجه الآخر موليته، أو نكاح المتعة وهو النكاح المؤقت بزمن، فإن هذا عقد باطل لكونه يخالف ما ورد في الشرع من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والنهي هنا ليس لحق أحد من الناس، وإنما هو من قبل الشارع. وأما إذا كان النهي من أجل حق أحد من الناس فإنه حينئذ يرتبط بإذن صاحب الحق، كما لو زوج الإنسان موليته بدون أن يأخذ رضاها، ثم لما علمت رضيت فإن النكاح حينئذ يصح، مع أن الأصل النهي عن إنكاح المرأة بدون رضاها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة ثيب وقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع خسيسته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها، فقالت: يا رسول الله قد رضيت، وإنما فعلت ذلك من أجل أن يعلم النساء أن لهن شأنا. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأبقى النكاح الأول ولم يأمر بتجديد العقد. إذا تقرر هذا فإنه إذا ورد النهي عن فعل من الأفعال، فهل يصح للإنسان أن يتقرب به لله، أو هل يترتب عليه آثار الصحيح منه؟ النهي على أربعة أنواع: النوع الأول ما نهي عنه لذاته، فهذا لا تترتب عليه آثار الفعل الصحيح. مثال ذلك: نهي عن الزنا
قال تعالى: ولا تقربوا الزنا. فحينئذ وطئ الزنا يكون وطئا محرما، فلا تترتب عليه آثار الوطئ الصحيح من ثبوت المهر أو ثبوت النسب أو ثبوت حقوق الزوجية أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن النهي هنا كان عن الفعل لذاته، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. النوع الثاني ما ورد النهي فيه عن الفعل حال اتصافه بصفة من الصفات، فهذا لا يصح في الشرع ولا تترتب عليه آثاره. مثال ذلك أن الشريعة نهت عن صوم يوم العيد، فهنا النهي عن الصوم حال الاتصاف بوصف كونه في يوم العيد، فيكونها فلو صام إنسان في يوم العيد لم يصح صومه. وجمهور أهل العلم يسمونه باطلا فاسدا، والحنفية يقولون هو فاسد وليس بباطل، ورتبوا عليه أنه يمكن تصحيحه، وقالوا إن النهي ليس عن أصل الفعل وإنما النهي عن الصفة. والصواب أن النهي عن أصل الفعل حال اتصافه بهذه الصفة، ومن ثم فإنه يكون باطلا فاسدا. ومما يترتب على هذا من الخلاف أنه لو نذر إنسان أن يصوم يوم العيد، فعند الجمهور قالوا هذا نذر فاسد باطل لا يجوز الوفاء به لأنه نذر معصية، وعند الحنفية يقولون يمكن تصحيحه بأن نوجب عليه صيام يوم آخر لأن الفاسد ما أمكن تصحيحه. والصواب هو قول الجمهور، لأن النهي هنا ليس عن الصفة التي هي يوم العيد، وإنما النهي هنا عن أصل الفعل الذي هو الصيام حال اتصافه بكونه يوم عيد. والنوع الثالث من أنواع النهي أن يكون النهي عن فعل، فيوقع العبد الأمر المشروع على الصفة المنهية. مثال ذلك: جاءت الشريعة بالنهي عن الغصب والنهي عن التصرف بأي تصرف في الغصب، ثم جاءت الشريعة بالأمر بالصلاة، ولم يرد في الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي في مكان غصب، فلو قدر أن إنسانا صلى في مكان غصب فهل تصح صلاته؟ قال جمهور أهل العلم تصح الصلاة وعليه إثم الغصب. قالوا لانفكاك الجهتين، فهنا فعلان: غصب هو حرام يأثم به، وهنا صلاة فعل آخر يكون مأجورا به. وذهب بعض التابعين إلى أنه لا تصح الصلاة هنا، وهو مذهب الإمام أحمد، وذلك لأن الفعل واحد، فإنه بالاتفاق يعصي الله بنفس الركوع ويعصي الله بنفس السجود ويعصي الله بنفس القيام، لأن كل فعل من هذه الأفعال فيه تصرف بالعين المغصوبة فيكون محرما ولا يصح التصرف، إذ كيف يتقرب الإنسان لله بما هو معصية؟ ومن شرط صحة العبادة النية، ولا يمكن أن ينوي الإنسان التقرب لله بما هو معصية. وهذا القول فيه قوة، وذلك أن الفعل واحد وليس فعلين، والفعل الواحد لا يمكن أن يعطى صفتين متضادتين لا تجتمعان في محل واحد، فكيف يكون فعل واحد حراما ويكون واجبا في نفس الوقت؟ ومما يماثل هذه المسألة ما لو كان ساترا عورته بثوب مغصوب أو بثوب حرير أو بذهب، أو كان قد لبس خفا مغصوبا أو لبس خفا من حرير أو لبس خف ذهب، فلا يجوز للرجل أن يمسح عليه، ولو مسح عليه لم يصح هذا المسح على الصحيح من أقوال أهل العلم. والنوع الرابع
ما إذا كان النهي عن فعل مستقل عن محل الأمر. مثال ذلك: نهت الشريعة عن استعمال آنية الذهب والفضة، فلو قدر أنه توضأ من إناء ذهب أو فضة، فحينئذ عندما يتوضأ لا يكون مستعملا لآنية الذهب، وإنما يغسل يده بالماء الذي هو مباح. فهنا فعلان: الأول استعمال آنية الذهب والفضة، والفعل الثاني غسل اليد، كل منهما مستقل عن الآخر، فحينئذ يصح الوضوء باتفاق أهل العلم. ومما يتعلق وحديث الباب من أدلة من يرى عدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة وما مات لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مما يدل على أن العبادة إذا وقعت على صفة منهي عنها في الشرع فهي مردودة غير مقبولة عند الله عز وجل. ومن المسائل المرتبة على حديث الباب مسألة الطلاق البدعي، هل يقع أو لا؟ والطلاق البدعي ينتظم صورا من مسائل الطلاق. المسألة الأولى: ما إذا طلق الرجل زوجته في وقت الحيض. المسألة الثانية: ما إذا طلق الرجل زوجته في طهر قد جامعها فيه. والمسألة الثالثة: ما إذا طلق الرجل زوجته بثلاث طلقات بلفظ واحد. على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه منهي عنه، خلافا كما هو قول الجمهور خلافا لقول الإمام الشافعي. فهذه مسائل الطلاق البدعي. فلو طلق الإنسان زوجته طلاقا بدعيا هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ والمشهور من مذاهب الأئمة الأربعة أنه يقع الطلاق. قالوا: لأنه قد عصى الله تعالى بهذا الطلاق، ولا يصح أن نجعل المعصية والبدعة سببا للتخفيف على العبد وعدم تحميله لآثار فعله. وقال بعض التابعين بأنه لا يقع الطلاق في هذه الأحوال، واستدلوا على ذلك بحديث الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة حديث ابن عمر الذي رواه الشيخان في صحيحيهما، فإنه قد ورد أن ابن عمر طلق زوجته في زمن الحيض، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بإرجاعها، ثم أمره بإمساكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها. فإن هذا الحديث قد اختلف فيه الرواة، هل أوقع النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق فيه أو لم يوقعه؟ فقال طائفة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقع الطلاق، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإرجاعها. ومن رأى أن الطلاق لا يقع قالوا إنما أمره بإرجاعها ولم يأمره بارتجاعها، وفرق بين الارتجاع المأخوذ من الرجعة وبين غيره. واستدلوا عليه بقول الله جل وعلا واستدلوا عليه بأدلة كثيرة في الباب. ومن رأى أن الطلاق في زمن البدعة لا يقع قال بأن ابن عمر لم يوقع النبي صلى الله عليه وسلم طلاقه، واستدلوا على ذلك بما في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير أنه لم يرها شيئا. واستدلوا عليه أيضا بأن ابن عمر كان يفتي بأن الطلاق في زمن الحيض لا يقع به الطلاق، والمسألة مسألة خلافية، ومن وقع له شيء من ذلك راجع أهل العلم الذين يثق فيهم، وأخذ برأي من يفتي به متى كان يظن أنه يبلغ شرع الله
جل وعلا. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه الشيخان. هذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة لعلنا نرجئه إلى الغد بإذن الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأن يجعلها على وفق مراد الله جل وعلا منها، كما نسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمورنا وأن يوفقهم لكل خير وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.